بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في المشروعات المشتركة، وعلى رأسها توعية الطلاب بقضايا المياه من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية نشر الوعي المائي من خلال الأنشطة التربوية، حيث يتم التعاون مع وزارة الري في تنفيذ مبادرة ترشيد استهلاك المياه من خلال إقامة ندوات توعية للطلاب على مستوى الجمهورية. من جهته أشار وزير الموارد المائية والري لأهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، كما أكد أهمية إدراج المفاهيم المائية بالمناهج الدراسية لرفع الوعي لدى الطلاب بقضايا المياه والتعريف بالتحديات المائية الخارجية والداخلية ومدى أهمية نهر النيل لمستقبل الأجيال القادمة والأمن المائي المصري.